ماذا يفعل ميسي؟ لحظات لا تصدق في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في هذا المقطع وبدون مقدمات طويلة سنشاهد بعض اللقطات التي لا تصدق أبدا في عالم كرة القدم. لنبدأ. لنتابع هنا كيف وصلت هذه التمريرة على رأس لاعب بايرن فضربها برأسه وكادت أن تدخل بالشباك، فلحق عليها ساديو ماني ولكن الكرة ارتطمت بيده ودخلت هدفا. بالطبع ساديو ماني اعترف أن الكرة لمست بيده. ركلة حرة ثابتة بغاية المهارة والإبداع من اللاعب فلاهوفيتش، فشاهدوا كيف وضعها في الشباك بطريقة ولا أروع. وهنا مرة أخرى فلاهوفيتش يضع ركلة حرة ثابتة في شباك روما، فبإمكانكم أن تتابعوا كيف ارتطمت كرته بهذه الطريقة الإبداعية بالعارضة ونزلت هدفا إلى الشباك. لنشاهد ماذا فعل لاعب نيوكاسل بفريق ليفربول وكيف أسقط الدفاع بمراوغات رائعة للغاية، وبعد ذلك سجل هذا الهدف الاستثنائي والرائع للغاية. لنتابع هذا الاحتفال بين هذين اللاعبين والذي قرر أن يقوم به على طريقة المصارعة، فشاهدوا كيف أسقط اللاعب خصمه بهذا الشكل أرضا. هنا فرصة خطيرة أضاعها لاعب أرسنال أمام الشباك الفارغة، يمكنكم أن تتابعوا ندمه فيما بعد وردة فعل اللاعبين على هذه الكرة الضائعة. يتقدم لاعب لايزبيغ بهذا الشكل ويقوم بتسديد الكرة ليصدها الحارس فترجع إلى المدافع الذي لم يستطع إبعادها، ليضربها لاعب لايزبيغ بقدمه ويسجل هذا الهدف. بينما يشرح هذا المدرب الخطة للاعبه، تابعوا لاعب الخصم كيف ينظر إلى الخطة، فشاهدوا اللاعب كيف ضربه على رأسه بهذا الشكل. لنشاهد هنا حارس إسبانيول وكيف ضرب لاعب ريال مدريد بقوة على قدمه بهذا الشكل بعد أن قام بخطف الكرة من أمامه، ليقوم الحكم بإنذار الحارس وطرده بالبطاقة الحمراء. لنتابع هنا بعد أن سجل نيمار هدفا رائعا جدا وبعد ذلك احتسب أنه تسلل، يمكنكم أن تشاهدوا هنا وبعد العودة إلى الفار كيف تم احتساب الهدف، ليرقص نيمار ويحتفل فرحا بهذا الشكل كما تشاهدون. يتقدم لاعب فولهام وبهذا الشكل يحاول تعريض الكرة، لكنه يركل الهواء ويسقط أرضا بعد أن تخطته الكرة. لنتابع كيف تقدم باولو ديبالا بهذا الانفراد وسدد الكرة على يسار الحارس لترتطم الكرة بالقائم بهذا الشكل، وحاول زميلاه وضعها في الشباك لكن المدافع تصدى لها وقام بإبعادها. لا تركزوا على هذا الهدف الجميل كثيرا من لاعب يوفنتوس، بل ركزوا على ردة فعل ماسيميليانو أليجري وكيف ضرب سور الإعلانات. لنشاهد لاعب أستون فيلا هذا والذي يقوم بتسجيل الركلات من الركنية، فتابعوا الركلة الركنية الأولى وكيف سجلها في شباك توتنهام بهذا الشكل، وبطريقة إبداعية جعلها تلتف لتدخل في الشباك. وفي هذه المباراة بين فريق أرسنال وأستون فيلا تابعوا كيف تم إدخال اللاعب خصيصا حتى ينفذ الركلة الركنية، وبالفعل جعلها تلتف وتدخل هدفا إلى المرمى. لنشاهد هنا سيرجيو راموس ومحاولته لتنفيذ ركلة مقصية. حسنا يبدو أن محاولته باءت في الفشل لكنها نوعا ما جميلة ورائعة. لنتابع هنا محاولات لاعبي أتلتيكو مدريد للتسجيل، لكن العارضة والحارس قاموا بالدفاع عن المرمى بشكل مثالي. لنتابع هذا الهدف من لاعب ليفربول والذي سجله في آخر الدقائق، فبإمكانكم أن تتابعوا كيف وصلت إليه الكرة ليضربها بهذا الشكل ويسجل هذا الهدف الجميل. تابعوا القتال بين المدربين يورجن كلوب ومدرب الفريق الآخر، فشاهدوا ردة فعل كلوب على الأمر. لنتابع كيف حاول هذا اللاعب مراوغة لاعب غلاتا سراي
ليسقط أرضا بهذا الشكل دون أن يلمسه أحد. بعد أن سقط لاعب تشيلسي أرضا، تابع خصمه كيف ضرب الكرة بوجهه بهذا الشكل، ليتظاهر الأخير بتألم شديد كما تشاهدون. بعد أن تقدم هذا اللاعب وسبق الدفاع وسجل هذا الهدف الرائع، ذهب إلى المنطقة المخصصة للجماهير ويقوم بالإشارة بأذنه أنه لا يسمع أحدا، وبالفعل لا يوجد أحد على المدرجة. لنشاهد دييغو سيلفا وكيف أنقذ شباك فريقه بضرب الكرة بكعبه بطريقة إبداعية. شاهدوا هنا شيشاريتو بينما يتحدث معه اللاعبون كيف تظاهر أنه ضرب وأخذ يسقط أرضا بشكل غريب. لنتابع تسديدة ليونيل ميسي الصاروخية والتي ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس لترتد إلى كيليان مبابي الذي سددها هو الآخر لترتطم الكرة بالقائم الأيسر. هذا اللاعب ذهب ليحتفل مع الجماهير ويعطيهم التيشيرت الخاص به وهو يمسك هذا الطفل الصغير، لكن هذا المشجع يبدو أنه لم يرغب في الأمر، فتابعوا كيف كان عصبيا على هذا اللاعب. بعد أن أمسك الحارس الكرة من الركنية التي نفذها لاعب أرسنال، تابعوا خيسوس وكيف حاول منع الحارس مارتينيز بأن يبدأ فريقه هجمة بسرعة كما ترون. لاعب توتنهام استلم الكرة فأخذ يستعرض بها ويقوم بإغاظة لاعب الخصم الذي تقدم منهم لاعب وقام بضربه بهذا الشكل وتدخل عليه بطريقة قوية. لنشاهد هذا اللاعب هنا وكيف يمسك ساكا ومن ثم يسقطه أرضا ويأخذ منه الكرة والحكم لم يقل أي شيء. ما الذي يفعله ميسي بالضبط؟ تابعوا كيف يمسك الشورت الخاص بفيراتي. هذا الطفل الصغير يمازح لاعب تشيلسي ويقوم بإغاظته بمحاولة السلام عليه، وبعد ذلك يقوم بسحب يده ويضعها على أنفه ليستفزه. يجري هذا اللاعب في الوسط ليلحق على لاعب الخصم، لكنه متعمدا يقوم بضرب الحكم الذي قام في النهاية بطرده بالبطاقة الحمراء على هذا الفعل. لنتابع القوة الهائلة التي يمتلكها اللاعب هالك بتسديد الكرات، فبإمكانكم أن تشاهدوا كيف اخترقت كرته الجميع ودخلت إلى الشباك بهذا الشكل المميز. ركلة حرة ثابتة رائعة جدا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحلقات محفوظة لدى قناة هاي سبور.